التقى رئيس الجمهورية محمد منصف المرزوقي اليوم بوفد عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقصر قرطاج، وتناول اللقاء آخر المشاورات بخصوص الوضع العام بالبلاد والتشكيل الوزاري المرتقب. وأدلى عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الهادي بن عباس عقب اللقاء بالتصريح التالي: نحن في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عبرنا على موقفنا بكل وضوح، بالطبع نحن مع حكومة ائتلاف وطني سياسية ولكن معززة بكفاءات وطنية، متمسكين بهذا الموقف ونحاول بكل جهودنا أن نجد يعني حل ومخرج في أقرب الأجال، لأنه بالطبع تونس لا تحتمل الانتظار في هذا الموضوع. إن شاء الله يعني فما انسجام من عديد الأطراف في المشاورات اللي صارت اليوم، مش تتواصل طيلة هذا اليوم، على أمل أن نجد حل نهائي. بالطبع عنا موقفنا من فيما يتعلق بوزارات السيادة عبرنا عليه بكل وضوح أيضا، ونأمل مرة أخرى أن نصل إلى حل، لأنه تونس اليوم لا تحتمل أي تعطيل في هذا المجال، وإن شاء الله نوصل إلى حل قبل في غضون أيام قليلة.